جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل فضيلتكم عن صوت النساء في الأفراح وذلك بالزغاريد كما يسمونها. الذي وردت به السنة أن النساء في مناسبة الزواج، في حفلة الزواج، يستحب لهن ضرب الدف ويغنين بما جرت به عادة نساء البلد، من غير أن يكون فيه تطريب أو ترخيم أو يمتد سماعه إلى الرجال، أو يكون في ميكروفون أو مصحوبا بآلات موسيقى، أو يكون على شكل الأغاني المطربة المعروفة في هذا الزمان. هذا كله ممنوع، وإنما تغني المرأة بصوت مجرد وبشعر نزيه ليس فيه مجون أيضا. هذا هو الذي وردت به السنة. أما الزغاريد فلا أصل لها. نعم.